أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع سلسلة متابعاتنا الخاصة بشأن آخر تطورات ثورة تشرين واستمرار زخمها على الرغم من كل أشكال القمع الحكومي والميليشياوي للحراك الشعبي، لا سيما بنادق الصيد التي تسببت بإصابة أعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين في وقت دعت لجنة التظاهرات للاستعداد لاقتحام المنطقة الخضراء وإسقاط النظام بالكامل. نرحب في هذه التغطية بضيفينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري، ومعنا الناشط من بغداد في التظاهرات علي بكداش، فمرحبا بكما معنا. نعم، أبدأ معك أستاذ نظير الكندوري، يعني الأحزاب لا تزال تدفع بحكومة محمد علاوي، وهناك حديث ودعوة من قبل محمد توفيق علاوي لأعضاء البرلمان بالتصويت على حكومتها أو إعطائه الثقة يوم الاثنين المقبل. لماذا هذا الإصرار من قبل الأحزاب السياسية في العراق على حكومة محمد علاوي؟ برأيك هل سوف يكتب لها النجاح في ظل الظروف الراهنة؟ مساء الخير الحضر سكولي مشاهدي قناتكم الكريمة. طبعا هذا الأمر تحدثنا فيه سابقا أن الأحزاب بالذات الأحزاب الشيعية والموالية لإيران هي مصرة على محمد علاوي كون أنه هو من هذه الشخصية التي تمثل ما تريد من مصالحها وكذلك تكون راعية للمصالح الإيرانية، وتم الترويج له على أنه مرشح للمتظاهرين وأن ما يريده هو تحقيق مطالب المتظاهرين كما كان يدعي في أول خطاب له. وبالطرف المقابل نجد أن الأحزاب الكردية والأحزاب السنية يعني وصلت إلى حالة مسدودة مع هذا الرجل، وهي الآن وصلت إلى مرحلة الرفض له. لذلك يعني إصرار الأحزاب الشيعية على ترشيحه ربما سيقسم البرلمان إلى طرفين، بين طرف داعم لهذه الشخصية والطرف الآخر رافض لها، ولربما يعني بل أكاد أكون أقرب إلى أن هذه الشخصية لن تمر من البرلمان كون أنه سوف لن يحصل على العدد الكافي لتمرير حكومته. وإذا ما تم يعني شراء بعض الأصوات وتم يعني حصول على التأييد والثقة في البرلمان ستكون هذه الحكومة غير توافقية على غير العادة منذ تأسيس يعني العملية السياسية من 2003 ولحد الآن جرت بشكل توافقي، وهذا مما سيزيد المشاكل ويزيد الأعباء على شخصية محمد علاوي، يعني إضافة إلى المشاكل الموجودة أصلا. لذلك يعني أنا يعني أقول أن هذه الحكومة حتى إذا نجحت في الحصول على الثقة من البرلمان ستكون حكومة هزيلة وغير قادرة على الحل للمشاكل الحالية والمتفاقمة في العراق. ربما يعني طرف الحكومة يقول بأنها هي حكومة مرحلية، حكومة مؤقتة وليست دائمة لحين يعني اختيار موعد للانتخابات. يعني نعم، هذا الكلام يعني غير دقيق، يعني ليس هناك الآن شيء ملزم بأنه ستكون هذه الحكومة مؤقتة. نعم. بدليل أن يعني في آخر لقاء جمع مسعود البارزاني ومحمد الحلبوسي اتفقوا على 6 نقاط، واحدة من عدها أنه يجب أن يكون محمد علاوي له رؤية واضحة حول الإعداد لانتخابات مبكرة. طبعا هذا الطلب لم يتم الموافقة عليه لا من قبل محمد علاوي ولا الأحزاب الداعمة له. نعم. كون أن الأحزاب الداعمة له تريد أنه يكمل فترة عادل عبد المهدي المتبقية واللي هي بحدود 3 سنوات، وخلال هذه المدة ستكون للأحزاب الشيعية فرصة مناسبة جدا لترتيب الأوضاع السياسية تمهيدا للانتخابات التي ستكون في موعدها وليست مبكرة. والموقف الأخير للكرد والسنة بأنهم قاطعوا هذه الشخصية دليل على أن هذه الأحزاب لا توافق على انتخابات مبكرة التي هي أحد النقاط 6 التي اتفق عليها الكرد والسنة. لذلك يعني مسألة أنه محمد علاوي جاء ليعد العدة لانتخابات مبكرة هذا كلام فقط يضحكون به على الناس. نعم، يعني هل توافق أستاذ نظير ما جاء به حديث أثيل النجيفي والكثير من النواب
يعني من ضمنهم يوم أمس محمد الكربولي غرد على تويتر وقال بما اسمه جواب نهائي لن نصوت أو لن نعطي الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي. هل هي اعتراض على شخصية محمد توفيق علاوي أم على المناصب بما أنهم ربما كما أشرت لن تكون حكومة توافقية أو محاصصية؟ طبعا يعني هؤلاء الأحزاب المشكلة يعني أو الداخلة في البرلمان سواء كرد ولا سنة ولا شيعة هم مشتركون جميعا في الوصف الذي وصفهم به وزير الخارجية الأمريكي بومبيو حينما قال إن كلام المسؤولين العراقيين في العلن يختلف عن السر. لذلك أن يعني في العلن ماذا يريد الحلبوسي وماذا يريد الكرد؟ يريدون أنه يعني مثلا الحلبوسي يريد أن الحد من ظاهرة انتشار السلاح وأن يعني يحد من توغل الميليشيات وجعلها داخل الحكومة، وكلها مطالب يعني رائعة لو يتم تحقيقها، والإعداد أيضا لانتخابات مبكرة. لكن في حقيقة الأمر سواء الكرد ولا السنة هم يريدون استحقاقاتهم الحزبية في الحكومة القادمة، كون أن بعض هذه الأحزاب صرفت الملايين من أجل أن يصل أتباعها إلى الحكم، يعني الوزارات تم شرائها، وهناك الحديث أصبح أقرب إلى العلن حينما يتكلمون عن بازار المناصب. لذلك هذا هو الخلاف الحقيقي. بل كان الكرد أكثر جرأة وأكثر صراحة حينما قالوا نريد حتى الآن المناصب الحالية بشخصياتهم الحالية أن يبقوا في الحكومة القادمة، يعني مثل وزير المالية وغيرها من الوزارات التي يسيطر عليها الكرد. بل مسعود البارزاني قال يعني لماذا أنتم من الأحزاب الكردية من حقكم أن ترشحون رئيس الوزراء ونحن الكرد ليس من حقنا أن نرشح وزرائنا؟ يعني كان الأمر أكثر صراحة في يعني إبداء معارضته للحكومة. لذلك يعني الخلاف الحقيقي الذي يدور خلف الكواليس مختلف جدا عن ما يذكر بالإعلام، والجميع يبدي للشعب على أنه جاء لتحقيق طموحاته. الأحزاب الشيعية نفسها ماذا تقول ولماذا تصر على محمد علاوي؟ على أنها هي تنازلت عن حصتها بالحكومة ولا ترشح أحزابا من عندها، ولكن حقيقة الأمر كتل البناء وكتل سائرون هي تصر على شخصيات في هذه الحكومة تابعين لأحزابها. هذا حقيقة الأمر وهذا الذي يجري حاليا في العراق. يعني عندما يقوم مبعوث حزب الله محمد الكوثراني قبل يومين بإقناع الكتل والأحزاب التي تدعي تمثيلها للشيعة وآخرهم كانت ائتلاف ذوات القانون بزعامة نوري المالكي بالتصويت ومنح الثقة لمحمد توفيق علاوي، وفي نفس الوقت يتحدث موقع فورن بوليسي الأمريكي بأن تكليف محمد توفيق علاوي سيذهب بالعراق وبالولايات المتحدة الأمريكية إلى طريق مسدود. كيف يكون طريق مسدود للعراق في الأول وبعد ذلك نذهب إلى الطريق المسدود للولايات المتحدة الأمريكية؟ أنا أقول يعني بالنسبة للكتلة الشيعية ومن خلفها يعني إيران والآن كوثراني وحزب الله أصبح يعني شوف سخرية الأحداث وأين وصل بنا الحال، بأن ميليشيا موجودة في لبنان تسمى بين قوسين حزب الله هي من تتحكم بمصير السياسة العراقية. إلى هذا المرحلة وصلنا في عهد هؤلاء، ووصلوا الآن إلى طريق مسدود، كون أن العملية السياسية كما ذكرت لك سابقا بأن هي أصلا كانت مبنية على التوافق وليست على حكومة الأغلبية، وبالتالي فإن الأحزاب الشيعية غير قادرة على تشكيل حكومة بمفردها، وبالتالي سيكون هناك إخلال بهذا التوافق الذي توافقوا عليه، كون أن الأحزاب نفسها هي أحزاب ليست عراقية بشكل عام. يعني أنا أقصد أن الحزب لا تجد في الحزب الواحد من المكون العربي السني والشيعي والكردي، لا، إنما هي أحزاب مكوناتية وليست أحزاب أيديولوجية. لذلك عندما الأحزاب الشيعية تنفرد بالسلطة سيتم غبن مصالح المكونات الأخرى، لذلك سنصل إلى حالة مسدودة. وإذا كانت هناك سابقا يعني مشكلة طائفية ما بين الأحزاب الشيعية وأبناء المكون السني العربي السني، الآن ستصبح ليست فقط المكون العربي السني إنما مع المكون الكردي. وبذلك يعني تصل هذه العملية السياسية التي هم جميعا رغم اختلافاتهم إلا أنهم متفقين على بقاء الحال على ما هو عليه كونهم مستفيدين ماديا، لكن إذا حتى هذا الاستفادة ستنفرض يعني ويكون هناك استحالة لتحقيقها،
لربما يحدث انفجار. والكرد حاليا في أفضل أوضاعهم، يعني هم الآن أعادوا ترميم علاقاتهم مع الولايات المتحدة، أعادوا ترميم علاقاتهم مع تركيا وغيرها، والآن هناك يعني تحرك سياسي للكرد أفضل من الدولة. الآن دول العالم تتعامل مع الإقليم بأفضل من الدولة. حتى مسعود بارزاني اليوم في تصريحه يقول يعني متشفيا بالأحزاب الشيعية، يقول انظروا إلى مناطق الوسط والجنوب وانظروا إلى مناطقنا، نحن في مناطقنا نناقش موضوع الإعمار والبناء وبناء البنية التحتية، ومناطق الوسط والجنوب تناقش موضوع القتل والتظاهرات والخراب وخراب البنية التحتية. وهو في ذلك صادق، ولكنه لا يعفيه من الذنب كون أنه كان يغض النظر طيلة السنوات 17 عن الخراب الذي تحدثه الأحزاب الشيعية، وهو داعم لها في تلك الحكومات، لأنه مستفيد يعني، والمنطقة التي يسيطر عليها مستفيدة. لذلك هو هذا التشفي بالأحزاب لا يعفيك ولا يجعلك أن تظهر بمظهر الوطنية، إنما أنت مشارك في هذا الخراب، وحالك حال كل السياسيين الذين جاءوا من بعد 2003 ولحد الآن. نعم، كيف نقرأ الشطر الثاني من يعني تقرير صحيفة أو مجلة الفورن بوليس الأمريكية بأن تكليف محمد توفيق علاوي سيذهب كذلك بطريق مسدود إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ الآن هي الولايات المتحدة يعني تخبطاتها كثيرة منذ بداية الاحتلال ولحد الآن لم تكن لديها رؤية واضحة لعراق ما بعد الاحتلال، فجاءت بهذه العملية السياسية وحاولت إنجاحها، ولكن هي فشلت لأن عناصر الفشل موجودة فيها، كون أنه بنيت على محاصصة طائفية، بنيت على محاصصة حزبية، وعلى نسيج وتصور للمجتمع العراقي غير واقعي وغير صحيح. لذلك وصلت إلى هذه المشاكل وهذه الحالة التي نحن فيها. والآن من جديد عندما يأتي محمد علاوي، إذا ما تم يعني أو نجحت إيران في فرض على البرلمان وإجازة لإعطاء الثقة لهذه الحكومة، يدلل على أنها قد انتصرت مرة أخرى على السياسة الأمريكية داخل العراق، ولم تجد شيء تستطيع أن تقنع فيه، يعني أثبت قوة النفوذ الإيراني مقابل الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الكفة راجحة بشكل واضح، كون أن النفوذ الإيراني أكبر بكثير من النفوذ الأمريكي. بل هناك الكلام يدور، يعني ما نشرته إحدى الصحف البريطانية كلام خطير، يقول إن هناك محادثات ما بين قادة الجيش الأمريكي وشخصيات بارزة بالحكومة العراقية، وتم عقد اجتماع في منزل السفير الكندي في عمان يعني بالأردن، وكانت تحيط شيء من السرية، وكان الاتفاق هو حول أن الولايات المتحدة تقدم تنازلات إلى الحكومة العراقية، بمعنى تنازلات إلى النظام الإيراني، بأن هي لديها القدرة على سحب قواتها من قاعدة بلد وتخفيض قواتها في بغداد ومناطق أخرى ذات الغالبية الشيعية، ولكنها ستبقى في قاعدة عين الأسد والتي هي خط أحمر بالنسبة لهم. وبالتالي معناه أنه نحن كل ما يمر الوقت النفوذ الأمريكي يتراجع بخطوات واسعة إلى الوراء لصالح النفوذ الإيراني، وهذا يدلل على أن هناك يعني حقيقة يعني تراجع للنفوذ الإيراني وخسارة وإحراج لهم في العراق. نعم، أجدد الترحيب بالناشط من بغداد السيد علي. سيد علي، يعني كيف هي الأجواء اليوم في ساحة التحرير ومحيطها وفعاليات المتظاهرين هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر هذه القناة ونشكر كل من يساند الثورة العراقية الوطنية السلمية. نحن اليوم متواجدون ونزلة الطلاب الأقسام الداخلية اليوم خلصت الامتحانات، نزلت وساندة هذه الثورة، واليوم متظاهرين مستمرين وبرفض هذه الحكومة المسيسة، الحكومة المتحزبة لا يقبل بها الشعب العراقي ولا جميع المتظاهرين. نحن نريد حكومة وطنية تجمع العراق بجميع أطيافها وألوانه. هذه الحكومة سرقت أموال العراق، دمرت أموال العراق، يعني سرقت حسن الجوار الإقليمي والدولي، يعني يعني هذه الحكومة لا تمثل الشعب العراقي بجميع أطيافها، ونحن نرفض هذه الحكومة رفضا يعني رفضا. نعم سيد يعني علي، ما نقبل بأيها الحكومة. نعم. كيف هي الأجواء في ساحة التحرير اليوم؟
الجو اليوم لصحة التحرير ممتلئة بجميع أطيافها وألوانها ومستمرة، وبالهتافات حب العراق ووحدة العراق. يعني نحن شعب متكاتف نريد حقوقنا، وهؤلاء نريدهم بيننا وبينهم القانون الدولي والعراقي. نريد انتخابات مبكرة، نريد انتخابات مبكرة، وهذه هي حتى نطلع من عنق الزجاجة. اليوم هؤلاء الأحزاب لا تقبل أن تأتي برجال مهنيين مستقلين. هؤلاء الدولة تعتبر أنها دولة، نحن لا تمثلنا هذه الدولة. نعم نعم. كيف استقبلتم خبر إطلاق سيد علي، كيف استقبلتم خبر إطلاق سراح الناشط أحمد الوشاح وزميله المسعف عمر علي حسين؟ الحمد لله، نحن اليوم هدفنا بترحيب ونطالب بإفراج جميع المحتفلين الثورة من 11 لهذه الساعة، كلهم لازم أن يطلعون يفرجون عنهم، لأن ما طالبنا، احنا سلميين وطنيين، ونحن نرحب بكل من يساهم بإخراج الناشطين المدنيين. نحن ثورتنا ثورة سلمية، لا نقبل أحد يعتدي على الأمن والقوات الداخلية والعسكرية. نحن من مبدأ واحد. نعم نعم سيد علي، نتابع وإياك والمشاهدين حيث أدان ناشطون ومسعفون مواصلة القوات الحكومية والميليشيات استهداف المتظاهرين السلميين بالقتل والقمع والاختطاف، وأكدوا بأن هذه الأساليب الحكومية والميليشياوية لن تنجح في كسر إرادة المتظاهرين، فهم عازمون على مواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها. نتابع. مجموعة من ثوار ساحة التحرير نريدين ما تقوم به بعض الجهات من أحزاب وميليشيات وغيرها بعمليات الخطف والاعتقالات تجاه الناشطين، والتي كان آخرها اعتقال الناشط المدني أحمد الوشاح والمسعف عمر علي. الحقيقة لن يمر يوم واحد أو ليلة واحدة في ساحة التحرير إذا ما يكون هناك خطف للناشطين وقتل وترويع وضرب بنادق الصيد ورصاص الحي والغازات السامة المحرمة دوليا. هاي يوميا نشهد هذه الساحة، هذه الأساليب، هم الغاية من هذه الأساليب، يريدون يقمعون الثورة، ولكنه الأغبياء يتصورون أن الثورة قابلة للهزيمة. احنا كشباب وكناشطين مدنيين مستمرين بالتظاهر، لا تهيبنا ولا تخوفنا هذه الاساليب القذره للاحزاب السياسيه. الا يكفي اختطاف للشباب للناشطين في ساحه التحرير وساحات الاحتجاج؟ ماذا تريدون من العراقيين؟ ماذا تريدون من الشعب اللي يريد حياه حره كريمه؟ اختطاف يومية للشباب، للكبار السن، هذول المتظاهرين. احنا طالبين حقوقنا المشروعة بس، وهذا الاختطاف تعتبر يعني فد شغلة تبو سهلة علينا. احنا شبابنا يومية جاي يروح لوش، احنا شبابنا جاي يختل لوش، احنا شبابنا جاي تنصاب بجميع طبعا جميع الأسلحة، وجاي يزود بعد يوم بعد يوم. نعم سيد علي، شاهدنا بعض ردود أفعال المتظاهرين والمعتصمين في ساحة التحرير. يعني في ظل هذا الإصرار، إصرار المتظاهرين والمعتصمين على مواصلة ثورة تشرين، كيف أو ما هي الرسالة التي توجهونها للحكومة من خلال هذا الإصرار المستمر خلال 5 أشهر؟ سيد علي هل تسمعني؟ نعم. نقول من هنا ومن ساحة التحرير، لا نقبل أحد يعتدي على المتظاهرين بما هؤلاء المتظاهرين السلميين. نحن سلميين ونبقى سلميين، وقعدنا العالم بالسلمية. هذه الحكومة يكفي، لقد نهبت كل أموال العراق من 2012 هذه الساعة، لا صناعة ولا زراعة، وتقتلونا. هذه الثورة ثورة العراق، ثورة الشباب، ثورة المستقبل. سوف نبني العراق، نحن العراقيون، والعراق ستكون له سيادة خط أحمر عليها هم الشباب العراقيين، وهذه الدولة لا تمثل لنا، لا محمد توفيق علاوي ولا أحزابها ولا من أسرها، لا من قريب ولا من بعيد. نحن الشباب سوف ندير هذه الثورة السلمية من أجل إحياء العراق والمناطق المتجاورة، حماية
الشعب العراقي ونطالب كل الشرفاء وكل الشرفاء ان يتدخلون بحمايه المتظاهرون السلميين. لقد اخذوا ما اخذوا منا وقتلوا ما قتلوا منا، سوف تبقى بصمتنا بصمه تاريخ. هذه الثوره لا نعود الا بتحقيق مطالب الشعب العراقي، يكفي. نعم سيد علي، يعني هل تتوقعون انتم كمتظاهرين نشطاء في ساحه التحرير ان يمنح البرلمان الثقه لمحمد توفيق علاوي الاسبوع القادم يوم الاثنين بالتحديد؟ هناك حديث عن جلسه استثنائيه. نعم، البرلمان لا يمثل الشعب العراقي، خرجنا عليهم لا يمثلنا، هؤلاء هم واحزابهم لا يمثلون الشعب العراقي، عليهم ياتون بانتخابات مبكره. نحن من ناتي بالمرشحين الحقيقيين في فتره انتقاليه لمده 60 يوم او 180 يوم لكي ننجو بالشعب العراقي، يكفي. هؤلاء 17 سنه سرقوا وذبحوا العراق ودمروا العراق، هؤلاء متحزنين، ناس ما عندنا ثقه بهم، قيد شعر. نعم. نعم سيد علي، أعود إليك. أستاذ نظير الكندوري، يعني بالعودة إلى تقرير الفورن بوليسي أشارت بأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدعم التظاهرات في العراق، لماذا لا تتحرك واشنطن برأيك لهذه الخطوة بقوة أكبر، خاصة مع تزايد رفض الشارع للحكومة والأحزاب والميليشيات وما نراه منذ 5 أشهر من عمليات القمع والاختطاف للمتظاهرين؟ يعني هو أمر مستغرب أنه الولايات المتحدة التي تدعي أنها هي الآن في صراع مع النظام الإيراني، وهي يعني تعرف بأن النظام العراقي هو أحد الأنظمة التابعة للنظام الإيراني، وإذا ما حدث تغيير أو وصلت الجماهير إلى تحقيق مطالبها فسيكون ضربة موجعة للنظام الإيراني والذي هو الآن في خصومة مع الولايات المتحدة. لكن مع ذلك نجد أن الولايات المتحدة تقف موقف المتفرج أو بعض التصريحات الخجولة لمساندة المتظاهرين، ربما هذا يعني يؤمل بأنها تريد أن تصل إلى التظاهرات إلى مرحلة حرجة يعني من اقتراف العنف ضدها، ثم تتحرك بشكل سياسي على مستوى مجلس الأمن أو تحرك بشكل فردي هي ومثلا في بريطانيا. لكن لحد الآن لا توجد مؤشرات على أن الولايات المتحدة ستتحرك قريبا لمناصرة المتظاهرين، لكن يعني من الممكن أن يحدث هناك حدث يغير السياسة الأمريكية بشكل جذري دعما للمتظاهرين. يعني مثلا إذا ما صعد المتظاهرين من تظاهراتهم أو أنه تم اقتراف جرائم كبرى في حق المتظاهرين أكثر من التي اقترفت لحد الآن، أو أنه تم الاعتداء على قواتها العسكرية المتواجدة في العراق عبر قتل بعض الجنود أو بعض المقاولين، لربما هذا سيجعل أو يحفز الولايات المتحدة الخروج من صمتها ودعم المتظاهرين بشكل يعني أقوى من الحالي، الوضع الحالي. سيد علي، يعني اللجنة المنظمة للتظاهرات دعت إلى مليونية يوم الثلاثاء المقبل، كيف هي التحضيرات لهذه المليونية؟ نعم، الميليشيا هي من أتت بالنظام الفاشل من 2003 لهذه الساعة، وأتت بالحكومة الإيرانية تدخل بالعراق المباشر. كان من المفروض أن أمريكا لا تتدخل، لا تأتي بأذناب إيران والدول المتجاورة لقمع وذبح ونهب خيرات العراق. مع كل الأسف الشديد هم أمريكا من أتت بهؤلاء، ونحن لا نقبل أن أحد يحتدي. وكان المفروض الأمم المتحدة تتدخل مباشرة على قمع المتظاهرين. أي الديمقراطية التي بها؟ أي الديمقراطية؟ هذه ديمقراطية لو كانوا هم وأمريكا وإيران كلها متفقة على قمع هذه المظاهرات السلمية. الديمقراطية، نحن من علمنا العالم الديمقراطية، نحن بلد الحمرابي، نحن بلد السلام، نحن بلد العراق، نحن بغداد، نحن أهل بابل، نحن من علمنا القراءة والكتابة، نحن سلميين وباقين سلميين. هؤلاء هم والدول المجاورة كان المفروض لا يعتدون على العراق ولا ذهب العراق. مع كل الأسف الدول العربية المتجاورة وتركيا وكل من الإقليمي هو من جاء
لهذا المحتل وجاءوا بهؤلاء الذين جاءوا على الدبابات الأمريكية في أحزاب تقسيم العراق ولا يتقسم العراق. سوف نموت ونحيا وأولادنا ولا نقبل تقسيم العراق وتجيئه ما دام هناك حشدا وطنيا عراقيا مثل ما قلت لك قبل قليل. سوف يبني العراق نحن العراقيون مهما طال الزمن ومهما طالت الأيام ومهما طال كل شيء نحن العراقيين أستاذنا العزيز. نعم سيد نظير الكندوري، يعني لو ذهبنا إلى الشأن العراقي أكثر، يعني يوم أمس اتفقت هيئة ميليشيا الحشد على تعيين عبد العزيز المحمداوي المعروف بأبو فدك خلفا لأبو مهدي المهندس. طبعا مصادر مطلعة أكدت بأن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله هو من فرض أبو فدك على قادة ميليشيا الحشد، وكذلك طبعا تعيينه بمنصب رئيس الأركان. هذا نعم. تساؤل آخر، يعني كيف تكون هناك أركان مختلفة عن أركان الجيش؟ تدخل آخر من قبل حزب الله في الشأن العراقي، وكما يدعون بأن الحشد هو من ضمن المؤسسة الأمنية التابعة للقائد العام للقوات المسلحة. الحقيقة هذا التدخل من حزب الله هو ليس جديد، يعني قبل بضعة أيام يومين أو ثلاثة حسن نصر الله يعني هو بذاته ومن خلال خطابه يقول إن على العراقيون هم المسؤولون عن أخذ الثأر لدماء قاسم سليماني وأبو مهدي مهندس. يعني ليش ما تروح أنت تقاتل وتأخذ ثارك؟ يعني ليش ذابها برأس العراقيين؟ الشيء الآخر يقول إني أنصح العراقيين بالمحافظة على الحشد، كون يعني السبب لماذا؟ لأن الحشد يعني لا تريده أمريكا، يعني هي الحكمة من وجود الحشد أن الولايات المتحدة لا تريده، وبذلك يجب على العراقيين أن يحتفظون بالحشد. ولماذا يقعون العراقيين يتحملون خصومة الولايات المتحدة من أجل قوات هي غير ذات جدوى سوى لأنها معادية للولايات المتحدة؟ هذا التدخلات مستمرة، والآن أصبح كأنه يعني قوات انتداب، يعني حزب الله هي اللي الحاكم المنتدب في العراق، يتدخلون بشكل سافر. ويعني أنا فقط أريد أن يعني أركز على شخصية من انتخبوه ليكون بديلا لأبو مهدي المهندس، شخصية من اسمه شخص طائفي، ها، وتسمية مثل هذه الشخصية فيه أيضا استفزاز الولايات المتحدة واستصغار لها، كون هذا الرجل هو قيادي في حزب الله الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية وفرضت عقوبات عليها، بل ضربتهم بضربة جوية بعد ما قتل المقاول في قاعدته في كركوك. ويأتون بهذه الشخصية ليجعلوه يعني بديل المهندس ورئيس أركان قوات الحشد، وكأنما نتعامل نحن مع جيش مختلف، بينما هم يدعون بأن الحشد هو جزء من المنظومة الأمنية للقوات المسلحة. هذا يعني دليل على أنهم هم يبنون قوة عسكرية موازية للجيش العراقي والقوة الأمنية، ولديها ولاء ليس عراقي إنه ولاء إيراني، ويتم التحكم به من خلال حزب الله. والشيء الأكثر يعني حول هذه الشخصية، إن هذه الشخصية في فترة ما خرجت من حزب الله حول الاختلاف في موضوع صفقة الرهائن القطريين، ولم يرجع إلى حزب الله العراقي إلا بتوصية أو بأمر من قاسم سليماني. يعني أنت ترى أن هالشخصيات تتنقل إما بأمر قاسم سليماني وقاسم وحسن نصر الله وغيره أو كوثراني، ولا للعراقيين ليس لديهم شيء من الأمر، بل أن هناك تذمر داخل الحشد من هذه الشخصية. وبالتالي نحن يعني نعاني، يعني حقيقة لم يعني ليس احتلال إيراني فقط، إنما احتلال من اللبنانيين ممثلين بحزب الله. وبحسب المصادر فإن هذا الشخص هو متهم بمجزرتي الخلاني والسنك. نعم سيد علي، يعني كيف ترى تعاظم دور المرأة العراقية في تظاهرات ثورة تشرين؟ إلى أي مدى يعكس الرغبة بالتغيير والنهوض بواقع المرأة العراقية؟ نعم، المرأة العراقية هي نصف الشعب العراقي، نصف المجتمع. المرأة العراقية السائق ابنها وبنتها وزوجها وأخوها وأمها، هي النصف الثاني، هي اللي عايشة معاناة الشعب العراقي من سوء الخدمات
من سوء الصحة، من سوء التعليم، من سوء العيشة الكريمة. اليوم ماكو عيشة كريمة، ماكو، كلها ماكو. مع الأسف الشديد هاي أختنا بنتنا، مع الأسف الشديد قسم من الانتهازيين الثورة اللي تقمع هاي الثورة النسائية. أنا أقول لهم لا لا ما حد يقدر، ما حد يقدر يتجاوز على نسائنا وأخواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا. هذني طائرات، طائرات حقيقيات وطنيات أمهاتنا. ومع الأسف الشديد، ومع الأسف الشديد الحكومة ساكتة على هذا الموضوع. مع الأسف لا تصريح من نائب ولا من رئيس كتلة ولا تنديدات. مع كل الأسف هؤلاء لو كانوا عروبيين وعراقيين حقيقيين لكانوا، كان غير هذا الكلام، لكن كان لهم كلام ثاني. من يقبل أمة تنضرب؟ من يقبل أخته تنضرب؟ بنته تنضرب؟ زوجته تنضرب؟ هؤلاء السلطة لا تمثل العراق، لا تمثل العراق. سوف ترحل ونحن بيننا وبينهم القانون الدولي والقانون العراقي إن شاء الله. سيد علي، يعني تحول القوات الحكومية والميليشيات من الضرب بالرصاص الحي والقنابل الغاز وهي ما زالت مستمرة على هذا السلاح، أدخلت كذلك سلاح الصيد الذي رأيناه في الأيام الأخيرة كيف يقوم بتسبب شظايا على جميع أجزاء جسد المتظاهر. يعني إلى أي مدى يدين الحكومة بتعمدها بإيذاء المتظاهرين باستخدام سلاح الصيد وما يعرف بالعراق بالصشم؟ مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد بالأمس كانت الحكومة دعت إلى تحرير العراق من داعش، فكانوا هؤلاء أولادنا هم المتظاهرين، كانوا بالسابق أولادنا يحررون المناطق الغربية من داعش الذي أتى بها أمريكا وغير أمريكا وأجناب أمريكا. واليوم هم أولادنا في ساحات التحرير، إذا كان بالسنك أو بالوسبة هم يصدون، يصدون يطالبون بحقوق الشعب العراقي. ومع الأسف يقدم عليهم فنادق الصيد الذي محرمة هي حقيقة للحيوان، ونحن بشر. كيف يضربوننا بهذه القنابل الصوتية والدخانية والبنادق الصيد؟ مع كل الأسف الشديد، مع كل الأسف الشديد هذه مجازات الشعب العراقي الذي عانى ما عانى وكان مساندا للدولة أول ما أتت. فهذه الدولة كانت أول ما أتت ساندناها، ومع كل الأسف طمعتنا وكانت أموال العراق أتت بشعارات مزيفة، شعارات مزيفة. ماذا بنوا للعراق؟ أين التعليم؟ أين الصناعة؟ أين الزراعة؟ أين التجارة؟ كلها أوهام، أوهام، أوهام. وسرقات وأموال العراق خرجت خارج البلد، مع كل الأسف الشديد. نعم سيد نظير، يعني موقع المونيتور كشف بأن مقتدى الصدر فقد كثيرا من شعبيته بعد مجازر ميليشياته ضد المتظاهرين. سقوط هذه الشخصيات كيف سينعكس على نجاح ثورة تشرين؟ طبعا هو من صالح الجماهير العراقية، من صالح المتظاهرين أن يكشف زيف هذه الشخصيات التي كانت تخدع الجماهير، وزيف أهداف تياراتها السياسية، وجعل مثل هؤلاء التيارات تطوى صفحتهم عن المجتمع العراقي. الآن نرى يعني الصدر وتياره ليس كما كان قبل أشهر، يعني في وقت ما كان قد وصل إلى مرحلة كبيرة في خداع الجماهير بأنه هو يمثل صوت المظلومين وصوت المحرومين، وأنه هو من يدافع عن حقوقهم اتجاه النظام الظالم، النظام الفاسد، ويطرح نفسه إلى الجماهير كونه هو داعم للإصلاح وقائد للإصلاح. لكن في هذه التجربة، تجربة ثورة تشرين، فضحت الصدر وفضحت تياره وعرته من كل الادعاءات التي كان يدعيها، وثبت للناس جميعا وحتى للمخدوعين به والمؤيدين له بأنه ما هو إلا رجل يعني لديه أسباب قوية في بقاء النظام الفاسد الحالي، وهو منتفع من هذا النظام، ولن يعمل على إسقاطه بأي شكل من الأشكال، بل وصل إلى مرحلة إنه انحاز بالكامل إلى النظام وبدأ يقاتل المتظاهرين. فهو الآن سقط جماهيريا بشكل كامل. الآن لا يكاد نسمع باسم التيار الصدري أو قبعات الزرق ولا غيره من الأمور.
الميليشيات التي تسمى بالقبعات الزرق تم تشكيلها بقرار من الصدر وتم حلها بقرار من الصدر، لكن المتظاهرين الذين اجتمعوا في ساحات الاعتصام جمعتهم الوحدة الوطنية ولن تفرقهم أي شيء آخر. هذا دليل على قيمة ويعني عظمة هؤلاء المتظاهرين وقلة ودناءة من يتبع يعني سواء ميليشيا السرايا السلام أو القبعات الزرق. نحن الآن نعيش مرحلة انطواء صفحة الصدر، وربما إذا يعني كانت هناك انتخابات حقيقية ومراقبة من قبل الأمم المتحدة سنرى الصدر ونرى حجمه الحقيقي في تلك الانتخابات. نعم سيد علي، يعني الطلبة في بغداد والمحافظات خلال تظاهراتهم يعني أكدوا على الاستمرار العام بالإضراب، كيف انعكس هذا التضامن الطلابي مع ثورة تشرين؟ نعم هذه ثورة طلاب تعيينات ماكو، تعيينات ماكو، يخلص دراسة يخلص جامعة يخلص كلية ما يتعين. الطالب حس إنه هو أساس التضامن، هم المستقبل، هم الوطن، هم العراق، هم أبنائنا. ما يحصل شيء، خرجوا على هالأساس الوطن والمطالبة بحقوقهم طبابية، يعني ناس أو تكمل دراسة وما يشتغل، لو يشتغل عامل، لو قاعد بالقهوة، لو قاعد غير أمور، ماكو عمل ماكو تعليم. واللي مع الأسف الشديد اللي ما يقرأ ويكتب هم أولاد أخوانا يتعينون، واللي الاجتهادات والكفاءات يركضون صفحة مع الأسف. وهذه الثورة شبابية حقوق المستقبل، التعليم، التخطيط ما موجود. المفروض يخلص دراسة يخلص تعليم يروح يتعين، واليوم مع الأسف الشديد محاصصة هنا وهناك في التعليم في التعيينات العسكرية. يعني سيد علي هناك من النواب ومن السياسيين يتحدث بأن الإضراب عن الدوام من قبل الطلبة يعطل عجلة التعليم، ما هو ردك؟ شلون؟ هناك من النواب ومن السياسيين يتحدث بأن الإضراب العام عن الدوام يعطل من عجلة التعليم في العراق. نعم، هم ما يدرون، هم أساس تعطيل الشعب العراقي من 2003 لهذه الساعة. يا تعطيل، هم عطلوا الحياة كلها، خلوا الحياة بدون كرامة، خلوا الحياة بدون معنى، سرقوا أموال العراق خارج العراق. شنو تعليم؟ تعليم شنو التعليم؟ التعليم كمل سنة تعليم، سنة وين يدرس؟ التعليم صار بفلوس، كان قبل مجانا، التعليم مجانا، لو كانوا حقيقيين دارس وجامعات حديثة يجمعون هؤلاء أولادنا وطلابنا كلهم. اليوم احنا ندفع ثمن غالي، أنا واحد من الناس المتضرر، ابني دكتور يطلع له ما ينقبل، أدفع له بالسنة 11 مليون أبيع بيتي حتى ابني يوصل، حتى ابني يوصل، ما ينقبل ابني حتى بالدراسات العليا ما ينقبلون الا يدفع فلوس. وين التعليم المجاني؟ اليوم التعليم كله بفلوس، الجامعات كلها لهم، التعليم المجاني قضى علي، قضى على التعليم المجاني. اليوم الفشل التعليمي الى الصفر، ماكو تعليم، كلها مدارس خاصه بفلوس. لقد نفد ما عندنا، نفد كل شيء، نفد. أين التعليم؟ أين التعليم العالي؟ اليوم الجامعة، أحد الجامعات الأسراء وغير الأسراء، طب الأسنان 11 مليون، يعني 12,000 دولار، منين نجيب؟ منين نجيب؟ بعنا بيوتنا وبعنا أهلنا وبعنا، وأنا عندي شهداء، اثنين شهداء ضحوا من أجل العراق. يقول أنت ما مشمول بالتنزيل المرحلة الجاية، يا بليش؟ أنت مو أبو اللي يستشهد، لازم لو ابنك لو أبوك لو أخوك لو أخو لو أبو لو ابنه ينزل شوية من القصص. هي معاناة، تعليم مقضى عليه، قضى عليه، والعالم أكثرها بطلت من التعليم. اليوم التعليم صدر بالعراق. نعم سيد أضير الكندوري، يعني استمرار الميليشيات بهذه الانتهاكات، وكما سألت قبل قليل الناشط علي، يعني في الأيام الأخيرة شاهدنا الكثير من مقاطع الفيديو كيف أن أثار بنادق الصيد وما يسمى في العراق بالصشم كيف يؤذي أجساد المتظاهرين. يعني أسلوب جديد من قبل القوات الحكومية لم تكتفي بالرصاص والاختطاف والقتل،
والقنابل الدخانية والإعدامات بالكواتم كذلك وصلت الحالة، وكذلك يعني تسميم المتظاهرين كما يعني شاهدنا قبل أيام. يعني هذه الجرائم المتكررة من قبل القوات الحكومية، يعني هل سوف يعفيها من كل هذه الجرائم؟ نعم والله، يعني حقيقة موقف مخزي لهذا النظام أنهم يستعملون أخس العمليات ضد المتظاهرين ولا يتعاملون معهم حتى بقيمة كبشر، ويستخدمون أدوات القتل للحيوانات. يعني أنا قبل أيام رأيت يعني في إحدى الدول الأوروبية تعدم هذه الأسلحة، أسلحة الصيد، رأفة بالحيوانات. نعم. وبينما النظام العراقي يستخدم وسائل قتل الحيوانات في قتل البشر، وهذا دليل على سفالته وهمجيته ويعني طغيانه. الشيء الآخر أن هذا النظام لا يتورع عن استخدام أي شيء جديد في سبيل قمع المتظاهرين، سواء قتل أو شيء أي نوع آخر. الشيء الذي أحذر منه حقيقة الآن، نعيش الآن في مسألة الخوف من فيروس كورونا. نعم. واقترابه. نعم. إلى يعني هم قاد يعني لديهم الاستعداد على قتل أبناء شعبهم ولا أن يخرجوا بتظاهرات يعني ضد هذا النظام. وإن شئت أن أتحدث عن هذا الموضوع. نعم، هو كنا في سؤال منفصل يعني بعيد عن التظاهرات. يعني عندما تعلن إيران عن حالات إصابة وموت اثنين بفيروس كورونا، يعني الحكومة أو السلطات الحكومية يعني بعد ضغط النشطاء والعراقيين يوم أمس وهاشتاج على تويتر وفيسبوك اغلقوا الحدود مع إيران، اكتفت فقط بالحديث عن إغلاق لمدة ثلاثة أيام مع إجراءات صحية متردية. كيف يكون مواجهة أو كيف تقيم يعني ما لدى السلطات في العراق من إمكانيات لوقوف أو الوقوف بوجه هذا الفيروس الفتاك؟ يعني النظام العراقي أشبه يعني بالمغيب، وكأن شيء لا يحدث بالعالم وفي دول مجاورة، لا سيما إيران اللي رايحين وجايين إلها. الحقيقة أن استجابة النظام الإيراني لمثل هكذا التحديات، النظام العراقي لمثل هكذا التحديات، هي استجابة بطيئة وغير قادرة على حل مثل هذه المشكلة. لكن لربما يستخدمون هذا الكارثة ضد أبناء شعبنا. يعني أنا لا يعني أستغرب أن يقوم النظام بإيجاد مسرحية معينة بأن إصابات بفيروس كورونا قد حدثت في بعض المتظاهرين، ويصورون أحد المتظاهرين يسقط مغشيا عليه بسبب المرض، وبالتالي هم يعني إذا أشاعوا مثل هكذا إشاعة ستنفض الناس وكل من يذهب إلى بيته خوفا من هذا المرض. وبذلك يطبقون حظر التجول على ساحات الاعتصام وعلى الشوارع بدون ما يحتاج يستخدمون العنف. يعني أنا لا أستبعد أن يقومون بهذا الأمر، يعني ويضحون بشخص أو شخصين من أجل إحباك هذه المسرحية. لكن أنا أقول على المتظاهرين أن لا تنطلي عليهم كل هذه الخدع. خدع كثيرة جربها النظام ولم ينجح فيها، وهذه الخدعة إذا ما جربها النظام سوف لن تنجح. المتظاهرين بأساليب بسيطة يستطيعون الوقاية من هذا المرض الفيروسي إذا ما دخل إلى العراق، ولا تنطلي عليكم بأن هذا وباء سوف يتفشى ويسقط الآلاف يعني ضحية له. هذه ربما ستكون وسائل النظام الجديدة ل يعني مكافحة التظاهرات. سيد علي، يعني أمام هذا القمع الممارس ضد المتظاهرين، يعني هل تعتقد بأن يتخلى الثوار عن دماء رفاقهم؟ سيد علي هل تسمعني؟ نعم. سألتك أمام هذا القمع الحكومي للمتظاهرين، هل يعني تعتقد بأن يتخلى الثوار عن دماء رفاقهم؟ لا نتخلى عن دماء الشهداء، لا نتخلى عن دماء الشهداء ودماء الحرية ودماء الثورة. هذه الثورة لا نعود إلا بحرية العراق، أو نعود استشهادا من أجل العراق وشعب العراق وكرامة العراق. لا نعود إلا بحرية العراق وحقوق العراق بجميع أطيافه وألوانه. نعم
سيد علي بكتاش الناشط في التظاهرات كان معنا من العاصمة بغداد، شكرا جزيلا لك. قبل الختام سيد نظير كندوري، ما هي السيناريوهات المتوقعة اليوم في العراق أمام هذه الثورة المستمرة منذ 5 أشهر؟ والله يعني بالنسبة لي أنا أرى أن التظاهرات يعني ما شاء الله عليهم الشباب ثابتون ومستمرون وسيواصلون يعني انتفاضتهم وثورتهم إلى أن يستجيب النظام لهذه المطالب. أما الأزمة أين موجودة الآن؟ في النظام السياسي العراقي الآن، هم في يعني ربكة وحراك مستمر حول يعني جزء منهم يريد منح الثقة لحكومة علاوي والجزء الآخر يريد استبدال هذه الشخصية. هذا ما قال يعني الكرد وقال محمد حلبوسي. نعم. بالمناسبة محمد حلبوسي طالع من العراق ما أعرف وين رايح، ويقول ما أرجع إلا بعد ما تسمون شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، يعني ونرجع إلى نقطة الصفر. وفي الوقت الذي عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المستقيل حذر من عدم إعطاء الثقة كون إنه البلد سيدخل بفراغ دستوري لا نعلم ماذا يحدث. الخوف الشديد من أن هذا الانسداد السياسي والعقم السياسي الحالي لربما سيجعل الأمور تنفلت وتتدخل الميليشيات وتكون هناك حرب ما بين هذه الأحزاب والميليشيات. لربما إذا حدثت مثل هكذا حرب أهلية سيدفع الشعب العراقي ثمن هذا الأمر كونه الشعب غير مسلح ويتظاهر بشكل سلمي. الكاتب والباحث السياسي كان معنا هنا في الاستوديو الأستاذ نظير الكندوري، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه التغطية لهذا اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.